بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها. سباب كما إنهم كتشوي وحبابي هاي النفك حولها يفكذي إذ لدوني إلا قوروح. ذكر المنفلتة التي لا يقدر أن لكرين على أخذ إلا قبطه مركا لقورع ماشي لو تلقلي برت لقمرش. أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجحدري قال: حدثنا خالد بن حارث الوجيمي عن شعبة من الحجاج عن سعيد بن مسروق الثوري عن عباية بن رافع عن رافع بن خديج قال: قلت يا رسول الله، وحاني الرسول كإلهي، إنا لاق العدو عدو أنه لك المينة غدا برتو، وليس معنا مدن مدينا موضن مديو يبلاوا وحقور عنا ما هيسن محان حوله حقور عنا أن أباهنا. قال الصبان وحور ما أنهر الدم ديك واحد داتشا وحي ألدى أما قلب ديك الغد دادي. وذكر اسم الله مقع على اللوقف تنفق مكا لقور عي، فكل عن ما خلى السن وحان إلي كأهين يوظف رعدي عدي، لكن ضدي كود عليسو عمل أما إلك واللفقة كاس حرارك وما أهوي. قال وحول السحابي: فأصاب رسول الله رسول كلا وحوه لي نهبا أي غنيمة غنيمها لحول غنيمة، فندى وحافيك تالي بعير النف جلة أي فيك تالي نهبا أي منهوبا مغنوما، تسمية المفعول باسم المصدر بالمصدر. قيل مركا غنيمتها هي أري الله أري قلبه وسكوجر الله هلا يحوله يراي غنيمتها أي نافك مذاب يا فكذا. فرماه رجل نبا كجناي بسهم الليب فحبسه الليب كبا حبسه قبطي ورغا قواه. فقال النبي وحيدي: إنها إن لهذه النعم حولها لنقضوا وحوقها غي. أو قال وحيدي: إن لهذه الإبل قيل وحولي هاي أوابدك وبنشوك تو في قتالها كأوابد الوحش عدودك على مذا وقاردة كويدا في اكتالا اما بنشوغو بارلمدا. فما غلبكم منها وحيد ان كانت كاذي القبن ويدان اتقاري ويدان منها من الوحش او من الابل او من الاوابدي ادونا قيلي فاكتالي حوريبا اللوجي دا مركب حكمك وحسوق لي وحوى البقو يقال لمدا. فافعلوا قصة ما يبيه اساقا هكذا صداعات كانوا توقتين كل اتوقتا. أخبرنا عمرو بن علي الفلاس قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا سفيان الثوري قال: حدثني أبي أبيه سفيان الثوري أو سعيد بن مسروقة عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، وحان رسولك إلهي، إن أنا لاق العدو عدوا لكل منا غدا برده، وليست معنا مدن مدينا ما هيسنه أن وحكو قور عنا محان سمينا. قال الصبان وحوري صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنهر الدم ديك وحيد داديو آلات كحلو قور عداء. وذكر اسم الله مقع على الله قبطه، فكل عن وكو حلال وقور عن يهي ليس السن إليك لساكين مايا وان إليك كأهين إليك وحلو مقع قور عدو لفها يوحي لها المال اللوجه يو الضفر عديها. وسو حدثكم وانا إذين شيء دانا وحا اللودي دي عدي إيو لف إن وحلو قور عدو. أما السن إليك فعظم واللف لفتنا لما أقول إن وحلو جور عدو توري لقد كتير باللاود. وأما الظفر عديهنا فمدى الحبشة وحبشي مديه ذو قال لا استعماله. وأصبنا وحان هلي نهبة إبل قيل غنيمة أو غنم أم أري غنيمان هلي، فندى وحافك تالا منها من الإبل بعير النيف قيل فرماه رجل نبا قوقنا بسهم الليل فحبسه إلهي باقو قبت الليل كوصاب وقدر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وحور: إن لهذه الإبل قيل وحوء هذه أوابدك وبنجك تبا جمع أبدا كأوابد الوحش لمدة عدود أما أقارد في اكتاشة. فإذا غلبكم منها هدو إذن كأت كذا حق هذا شيء شيء قاري ويدان بمعنى إذن سمر يوي إن تضبق ردان قبن ويدان، فافعلوا كي قصة ما يبيه أساقا هكذا سيدا هدى أتكن التوبتين وكالي. حديث كسند كيسو لطيفة كجرتو أحدثنا سفيان، سفيان كاسي وسفيان الثوري وي وحان لغو قرن يا محايا لي نسائبا وحوقو تغي لبواسطو وغو تغي وانا اسكفهمه وحاوي مركات كتب تسيطادا مريسا أبو داود يا بخاري سفيان الثوري واسطي وغو تغي هل نمبي أمران
مركي شيخ هذا الشيخان شيخ اللباد سفيان الثوري بانقاني وأبو داود البخاري مرنا يرنا وحلاقي يا با إن اللبا أقول تجان أي سيد هذا النساء أكله أخبرنا عمرو علي الفلاس شيخ سكو بادوي كي اللباد حدثنا سعيد يحيى بن سعيد القطان وكي اللباد حدثنا سفيان كي صدحات بنقل سيد النساء ويلو وحاق أقول تجان النساء ابن ماجه يترمذي يا مسلم أفرتوا داس سفيان الثوري اللبا وذات بأسمرة بعد رجلين بعد راويين بعد الشيخين أيوه ما دا سفيان الثوري مرضعه مسلم يا النسائي يا ترمذي يا ابن ماجه إن سفيان الثوري أقول تكان بواسطة مرضعه طوات كذا صدق إلى تاي أول مركب مسلم آخرنا يا أما ترمذي آخرنا يا أما النسائي آخرنا يا أما ابن ماجه آخرنا يا هذو متكود حدثنا فلان حدثنا سفيان كويل هذا محله ذي وسفيان ابن عيينة وسفيان ابن عيينة لكن هدي بخاري يا أبو داود أي كلان حدثنا فلان حدثنا سفيان وكما سفيان الثوري وي سفيان الثوري وي محايا إلي أفرتا وذات ابن ماجه ترمذي نسائي يا مسلم ويكتب قد يريهين بخاري أبو داود بخاري أبو داود بعد دقيق كدعوين شيوخ أي سنسوق قارن أفرتن وداد أي بخاري أبو داود وحكوريان صادرت بي أبتر قابن وقتقهيان سفيان الثوري سفيان الثوري ابن سفيان عيينة وحد دعوين ثوري بعد دعوين ثوري أي مضورن بكوريان بقول لحنا يدور كيبو قاريوذي كل قد وكوي يا أيام ضا أفرتن الرعنة أبو حنيفة موي أنت قد وكوي أبو حنيفة أقرانيين مركا وحلاقي منه صحابة وقول تقول مركا قارقود بواسطة تابع أسيمر أولي بكبار التابعين مركا قارق مرنا أوسط التابعين مركا وحوي تاسي والنقطة وقرتين مسلم ترمذي نسائي ابن ماجه لا يرويان عن الثوري إلا بواسطة رجلين راويين شيخين أبو داود يا بخاري نوحي وسمران بواسطة أو بواسطتين واسطة بس بضن واسطة نويد عضا تاسي مركا انتاس اي نكود دين محايا لي رقا متاخرين طولان ارضا يركا انت بضن صفيان ثوري مسو قارا ننكي سو قارا وحكوريا حميد اي احمد اي علي المدين اي ننكي لكل مين سو قارا وحاوي وابن عيينوي ابن عيينوي مركز زيدا هالوقت قد يضع مركا إلا برارج مناسبة إسكا آهي حديد كان مركا وحو حوجين أيها مركا إنو كتقنو بابكاس حديد كورانو صوم الرأي أبي العشراء عن أبيه قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحق واللبة قال لو طعنت في فقدها لأجزائك حديد كاسو لمعنية نيفك حولاه يقعنت اللوها هذان تكردعي أما الدوغة كردعي أما ميلا لقاري كارن كفك كذي ee marka waranka lagu tuuray ama la gantaaleeyay ama xabadaba lagu dhuftey inuu gowracan yahay sida neefka feegtaalayba hadii la toogto asaguna bismillaah in la ila sida uu gowracan yahay hadii marka la qabtana oo asaguna loo tagana hadii waa la gowrici oo markaas gowrici loo baahnaa baa lagu dhufanay akhbarna ibraahim ibn yaquub al-juzajani yaquub ibn ibraahim dad maqashin tabadan wa dawraqi kana wa ibraahim ibn yaquub wa isku yareegi مدول بوا شيخ نسائي يغيركي بون نقطة لكن إبراهيم من يعقوب وجزجاني يعقوب هذا ظهور مرسول إبراهيم ترى يعقوب من إبراهيم هو دورقي من وحاه الرئي إبراهيم ك من يعقوب كهري يعقوب من إبراهيم هو الدورقي أما إبراهيم من يعقوب و أو إسحاق الجزجاني هو قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال حد أخبرنا إسماعيل إسرائيل ابن يونس بن إسحاق السبيع عن منصور معتمر عن خالد الحذاء خالد بن مهران عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي أسماء الرحب واسمه عمرو بن الشريد عن أبي الأشعث عامر بن شراحيل بن آدة أما شراحيل بن آدة ليلة ذاك عن شداد بن أوس الثقفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سبحانه وتعالى كتب وحو فرضي لي أما أوقدري أما أمري الإحسان إلا وصم فلو على كل شيء شيء والباء فإذا قتلتمك وحد ليسان فأحسنوا ونجي القتلة قابك حد ليسان
وإذا ذبحتم هذا جورع عيسانا فأحسن ونجي الذبح جورع والنافكة سبع عنو جورع بالله وهي التوريد سبع عنو صوفية أصغر لك ينلو جرع جينن سترتيب ولا طيفان أو تبع سن اللو جورع وليحد هالصوفية أحدكم متكين إذا ذبح مركو جورعيو شفرته التوريد سامة مديدي سامة بالله وهيزة وليريح الراحيو ذبيحته مدو جورعينها الراحي لما مسألة كجر تبابك وتادوان صوم الرأي حديثك معني سجود حق السنة أبي قلابة عن أبي الأشعث بالرواية بدون كي مادين أنا أبي قلابة عن أبي الأشعث شراحيل بن آدع عن شداد أن لقلينين ماشي لبوشيين عن أبي أسماء الرحى بأن ماشي لقلينين مركم حيال أبي قلابة ستوص وققات أبي الأشعث رواية بدون بارا سيدة كوري مركة وذاتك مركة إسرائيل إسرائيل أي أصغر رواية سيدة أكينا أو أبي قلابة عن أبي أسماء عن أبي الأشعثي هذا وحان لو بدن يهينو يهي من باب المتصل المزيد في متصل الأسانيد المزيد في متصل الأسانيد سنة توسن وقلقاته السوق قاري أي واسط اللي قلنا يا مركة نزول باقل هيا موييني وحي الله أكو إمان ماهي مع مدى اللباد وذاتك شاريحة وحوجيلي حديد كان وحوها إن دي بلوردغو يدب لو دغوها حديث كان بوروحو كميد هي احاديث باب كالباد واه باب كصوص باب حسن الذبحه مركز ساسا وناكسنيد بوليم حيل وح مناسبه لما له يري ان حديث كان هدا لدب دغو باب ذكر المنفلته التي لا يقدر على اخذها انا شخصيا وحي مقنس مناسبه ابو قرحسنه امامك حكوت المامه يا ان حديثك ان الله كتب الاحسان او قليو حوله لغادي واي اما فيكتالي الا غنتالي inu galiyo raba inay tahay ihsaan marka la fiiriyo xaaladaas neefka aan gowracayna baa laba xaalad mid aan gacanta ku hayno maqduur calayha kaada gacanta aan ku hayno sida la rabay la yaqaan haduu geel yahay haduu ishkin yahay haduu nugul yahay baa sida la rabay baa loo gowracayaa hadii laakiin aan la gaari karo neefku u baxsado u banjoogo marka ayada ah gantaalaynta iyo toogashada la tooganayo laftirkeedu wama al ihsaan bu shaqule ومن الإحسان بوله أو قال إن إحسانك بس إنه يهاي تيو شجع كلية شا أحمد غرايب هو قال إنه حاوي كي جعنت الله هاي أنا إحسانك سوى سدا كي أنا لجاري كرنا إحسانك يسو وإن لا تكتو سدا اللي جوجو رعده مركا إنه إمامك التلمام إحسانك والله بح على حالة اختيار هي حالة اضطرار مركا إنه معناها التلمام هي أبضنت هاي سدا أنا جيم وقت الله ما ورنا كنا مركا مناسبة من وقت باب حسن الذبح جورع وناجس بمعنى إحسان الذبح جورع إن لو ناجيو أخبر الحسين ابن حريث أبو عمار الخزاعي قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور المعتمر عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث زمارة هذا هذا يوحى نصوم الري خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أسماء عن أبي أسماء الرحبي عن أبي الأشعث أبو قلابة أسم مري واسط أبي الأشعث هذا نوادرتان أبي قلابة توصل وقضان إياه أبي الأشعث إذا مركز جريب عبد الحميد إسرائيل بائسو خلافه كلاهما يروي عن منصور منا واسط وقليين منا مقليين عن شداد بن أوس الثقفي قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب إليه وحواجب إلى ما أمري الإحسان إن لو صمت فلو لوناجي على كل شيء والباء فإذا قتلتم هذا ومكة وحد ليسان فأحسن وناجي القتل تقابح لود ليه وإذا ذبحتم هذا وحق ورع إسان فأحسن الذبح قورع وناجية وليحدها أفيو أحدكم متكين شفرته باللاويسي توريسها صوفيو وليريحها الراحية ذبيحته ونفكه قورع هيان أخبرنا محمد رافع النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة اليماني عن أيوب ابن تميمة السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي الأشعث شراحيل بن آدع عن الشداد بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه قال صحابي وحجري حفظت من النبي نبي وحنققبتي أما أنققيبي إثنتين لبع على مود دين تكمل إن الود داله إن الله كتب الإحسان على كل شيء شيء والبإله إن لوصم فلو لو ناتيه أيه ربي فرض يلا أما واجب أما وأمري أمدة هذا بعض السيدات هاي وأرن جود أي تاي فإذا قتلتم حلق إحسان أغير يهاي إحسان أوسن مغنوا قرمة وحلق وحل الدلهاي روح الدل اسمها إحسان ماشي يال هذا بقى الدش إذا سجوا مني ما أدل وياه بعشا أكو عيارني
فإذا قتلت مقد وحد ليسان فأحسنوا وناشي القتلة قاب وحد لده قاب وحد ليسان وإذا ذبحت مقد وحد جورع ليسان فأحسنوا وناجي الذبح الجورع أنا وناجي طيب حل قاس أصل هذا إن حارس ماشى مطالله ينقلان يدبع سنة منه مطال أي شرع وحكفر يا إن أتسوى ناقصن وفرس محوصة ميسو دل بها نقضوا حدونها إيه وليحد أحدكم شفرته ثم ليحد بيحته أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع البصري قال حدثنا يزيد ومن زريع قال حدثنا خالد الحذاء هذا إن سومن خالد مهران حا سند لبات وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا غندر محمد وجعفر عن شعبة الحجاج عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال ثنتان حفتهما من رسول الله لبا أرم أما لبا علامه وحانك قبطي رسولك إله يبان كحف ذي إن الله سبحانه وتعالى كتب الإحسان إحسانك إله فرض يلي سمفلك إيوانا جنت على كل شيء شيء والبلو سمفل أمر الروح والبي واجب كتهاي أي سارنتهاي إنو وحوانا جيوها قاجيو فإذا قتلتم مركز وحد الإنسان فأحسنوا القتلة تقابك حلود لي واناجية وقرحية وإذا ذبحتم مثل حق ورعي سنة فأحسنوا واناجية الذبحة عفوا الذبحة قابك حلوق ورعيه ليحدها أفيها ضباء قاب قورعي سوء قرح سنادو ونو واناك سنادو أحدكم متكين شفرة توريسا أفيا ما صوفيه وليرح ذبيحته وأرحي باب وضع الرجل على صفحة الضحية وباب يهي إن أفكا أتقور عيسو أي بنانتا إن أدلقتها ذا صارتو لقنتي سي ببعة لقنتا وطقانو هذه النفكا يركا مكا لقور عيو أما حولها بل لقور عيو لنك بديح بالوديقا لنك بديح بالوديقا لأن قبل ذا تقابل ليسا مرضى قبل ذا قابل ليسو نفكا لنك بديح بالوديقا ما كان ذنك بده يقول لك الدواء صو إن عبده أسيحيسه لقطن آيات كساريسة لقنتات كساريسة قعنت بدهنا قفور كي ماذا حلاصيس كقابنيسة مدي كتبه مركز بنان أو وح كاد الفنين أن علا الله يحوجور عيس هذا لكن إن عكلا أودكته وحرم حكام نقول هيا وحن كوس حين وكو تصني وفانتين بنو ملي مرحبا ويسوسعوا طوان كوان كهلدون إن شاء الله شرط ما أهلك ويفي عنك نفك اللي قورع ينقبل اللوتشذي ويواناك سنتاي مركو ولي بقويا خاصة شيء قرباء وضحية إيو هدي إيو صدقات إيو وحال اللي قلنا ونمركو ولي بيا هاي وهي بعادة أوصنا هين والإسكي قورع عن هاي مركو ولي بواسيفي عن يهين قبل هذا للاعاد أخبرنا إسماعيل مسعود الجحدري قال حدثنا خالد بن حارث الهجيم عن شعبة من الحجاج أخبرني قتادة قال حد قتادة بن دعامة السدوسي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ضحى رسول الله رسول كلاهبا كعر رفيستي بكبشين لبوان أملحين أدران طيب أقرنين وقيسله قيسة بحشونا وين وين ويكبر نبي الله أكبر بالأمرك وقورعه ويصمي ألنا ومقعابي بسم الله بولها ولقد رأيت وان أركب صوبناها يذبح ما سوى قورعي بيدي قعنتي السياسون عندنا أودي بأنه أسوى قورعي أن أركب واضعا ساري أمدتي على صحافهم ما ببع هذا لغن تببع هذا قدمه قمدي صوبنا أدن كيسي بصاري طيب قلت وحانا دان شعباء هاي وحانا أنت سمعته منه شعبه وحور ربا شيخ قتاداء ابن دعامة السدوس ومدلس وأن حافظ إمام الحجاء لكنه مدلس شعبنا هوشا ما أقوله متعنت بوكاها إنه ضوغل ودا ده مركو حوله قتادو ما أدا حديث كان كم غلي أنس مسوى لقاقات تبيو وحباد ماشي يقو قرنيس أنت سمعت ما أدا كم غلي منه أي من أنس مركو ننك هالله يوا شعب ننك سؤاش اللي ويدين هينا وقتادي أحد كان ليه ما كم غشينا وأنس وذكرتين بأمري قال وحوري قتادي نعم أنا كم غلي من أنس حديثك رواية مسلم عضيسيو أنت سمعته من أنس بن مسلم كوري أسو ما أذا أنس كم مقلي محلو شايدكم مركب وحاوية وماشو كجر وقرحسن إن أي بنان تهي أو إن حارس لا أنا أيسان أهين حد قد من أيسان أهين نفك اللي قورا عاية إن لقنتا لقيقة جوك السدو تاسو شيخ كربا صوبانها بسميوي هذي كلي رفشة بطن إيا فريق يتريد وكاعد نعضي يدو رفاضة إيو سيدا هذا دي شكلي قابا نفك قورا عنكر هذي كلي لقو قبطين قريس وحكوا لو كجرا إن أي سنة ونكسن تيادات مربع إسكا عرفانيس لبا النف إن أتكا قورعه ما دام النبي قو إسكا قورعي لبا وان
waxa kale wanaagsan labada neef iska gowracay neef waaweyn oo taab galay oo hilibkoodi iyo hawshadaba loo bago inay tahay waxa kale wadaaduhu leeyahay waxa kale fican neefka neef qurux sano isha makala ay ku dhacdo loo bagay waa inuu yahay labana waaweyn oo geysa baxshay oo dharan marka waxa weeye nin walba wuxuu leeyahay kan ayaa ku siyaas ku baanatidi marka waa muqaal ahaan waa in loo bagayo laf iyo lud ahaan neef wanaagsan uu yahay أما إن لا تكبير صدق ومن السنن أما بسنك الله قبط سيدا راجحة وشرط لصحة الذبح طيب تاسا مالك ميشو كجرت وحاكو لو كجرة هدي شيخي مسألة وشيغة أما إشكال أي كاقشو أما مالك بعض كوكال سنن قابك وحوديكي إنا ترادو وذا دو باشو هسو دو عدي باشو يمرد عينا أما وحان درين سنهاي إيسان ريبلاي طيب من قال لشيخي لما لم يفلح ماشين إيسان سعونين باب تسمية الله على الضحية ما قاعد إله الله قبته نافك اللي جورعاية ضحيته ونافك اللي جورعاية اللي جو عرفه السنة يوي أخبرنا أحمد الناصح المسيسي قال حدثنا هشيم من بشير السلمي عن شعبة الحجاج عن قتادة من دعامة السدوسي قال حدثنا أنس بن مالك سمرت قتادة إنه عديه ولبا حدثنا أنس قال وحول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلا وحوها يضحي ككو عرفه يسته بكبشين لبوان أم لحين أو دران أما عدعد وذا دا إلا أساس الشيخ أم لحقو الشيخ إنو يهي مرعد وإنك زوم الرئيس هو إليو فسره يدي وان عدبو أها وإنت أفك مدو هل كاسنا قبل يرو مدو كله لبدا الدين مدو كله معو أها إنتا إندهانا قوبابا مدو كله هل كان بقى أنا بير كان كم مدو إنت تسيقال وعدا ونانك نوع عصر الله مهلاب ونادر أريق وكوير يهي وان انت ودا مدو انت كان عدبا كبدا اما وحيابا كغال مد كامل كار يا بدن موين نو عاص ان لا اركو ويبا اسكا ادغتان املي نبي وو قوريه مركا ولو قوريه اهيد صلوات رب والسلام عليه وكان يسمي نبي مركا وا الهي مغيسو عسكني مركو غورعاي ويكبر وانا تكبير سن الله اكبر وقد رايت يذبح ما بيده سو غانت كو غورعايا اركا بيديه با لو جدا لكن وا اسم مفرد لو اضافه الى معرفه يعم لبا يكبدن بو غينايا واضعا سار رجله لقت سبركيسن على صحافه ما ببعود لقنت لقنت ورنك يو ساري حديث كان وحا كعاسو نبي هوشا انو جوجتيه كان يضحي بودي ما هين مال بو غورعي هل سنه قبطي بو غورعي ما هين انو رادين جيري او نبي او قستي جيري انو كعرفيس لبدا وان نو عاسا اي حديث كان موقت لان كان غالبا وحي كدعدا على الدوام والكثره شيء للدائمي او للجوجتيه او بطي بي كدعدا بعض الأحيان وحيكوت ماذا مجرد الفعل إنه النبي مرسم يكلية بيكوت ماذا لكن غالبك أيه نقص عننا محان قري سفاحهما سفاحهما صحة من الصفحة أنا محان أحدا هور منها يمية ما يفاد هور رئيس سبق اللسان باب التكبير عليها باب التسميه انت ان كبحين وانه صومر كتاب ذبحنا وكو صومري باسمك نيفك لا غورعي ان لو قبطو يا كلو غارسنيا marka ayga dirayso ama aad tooganaysaa dad gantaal iyo falaad iyo gamo iyo qori ku ogaarsanaysaa in neefka la ogaarsan iyo kala gowraca bisinka loo qabto waa shardi lisaha ogaaran bisin loo qabannin iyo neef la gowracay bisin loo qabannin haaraan way sida raajaha مذهبت أفرت أفرت مذهب بواكو خلدنا المسألة ده وحانا أقرون حانا بلو أنك الشافعي وانا تقانا وحان لينا بسنكو هدي كسلوغتكو يهدي الله المابا والنفكو وحلال مربه هدي روح قورعها هي مسلم وحان لينا مسلم قاسا قاوس كبرا كيسم إلهي برمي ومرقانسين يهي دب ملان لينا نو مقع إلهي ببسارن با marka neefku gowracay ama u gaarsanahay haduu kama hafo bisimku u hafo iyo haduu kas uga tagaa aqtanada waa maxay neefku waa xalaal baan leeyahay ahadiis baan dalijana ana hal haba kasugnay hal hadith kama mawaadi' ya dhaaf way xufaad shaafciyana cadeeyay kulligeed hal hal kama raacdo kadib ayadana luqun jubar baan ku dhufano waan awilay مركو حان لو لا تاكلوا مما لم يكن اسم الله عليه وان والله فسق وحلو جيدا وحولها اله غير كي لو غورعي وي اصنامته يو لو غورعي بلايده بويه
حول إلهي درتي لو قورعهاي وصفة عن لو قورعه أما هلبا لو قورعه أما دنك اللقاء لها ومسلم كو باسم كتغ أما هفاي أما كسو دب مالان لها أدو هل كان آياتنا وانسن سارا إنا أدو هل كسن لأد محرنو سهاري حنفي مالكي يو حيليهين ورام بينو كسو كتاب الذبائح بينو كسو مر وحيليهين باسم كهدي كس لو قطغو أدو أقار سنية أما نف قورعهاي نف كسو بختي لما عوني كرو هدي لكن الله المامو لا بأس دهنا واد فانت وركض وحكى لقادين كسك إياك إياها في الدايك لقادين حنابلا كوتمن حنابلا وحيلين حوله والله بي وقارد واقوني نفط وقارد سينس إيه أتقدرتي أما أتوقتي أما أت ببب ويمحو أقرقريها قدرتو أت وقارد ستي وقارد بسنك وإن لوقبتو هدي كسك لوقتو أما اللحفو وبختي بيدهن لكن نفق اللي قورع ذبيحه ويكد وانت يدين نينك كسو قطقة وابختي نينك هالمامنا لا بأس أيه وحيك لقدين أغاردي هي نفق اللي قورعي نفق اللي قورعي كس يا كما يكال قدين وكستو بختي بيكدقي كما نعدم بلها إيه لكن أغاردو أيضو ما دام حالات الحياة ضرورة أيتها غير مقدور علينا أيتها وحاوي وحاوي كبنا أنت باسم كاسابا أيضا رمبا يكسو عطايا دفع المانتو أما أتكسو وقتك توا بختي بيتاقيني حنابلة أوران سوية دو سوما أفرت مذهب بمركة ذات كاقاضي حديثة سوما مرتين بادات كاقاتينيس نبي حول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل محا كجرة شيء هذا بيك سبب هذا إن باسم الله أقوى من معنى كرتدوي نبي الله حدي بن حاتم وان أغار صدا سيقبل إتلمان أبو طلبة الخشني نبي حول وحيات بسم كلاه كوغانتو قبو قران كون وحول ولا تاكلوا هعوننا مما لم يذكر اسم الله عليه ايات القران كي احاديث طبن كر ضافيسا اسباك صدو اسدبا غلي مركه مذهب بالوغلوقه يا وداد بابسن كو قران يحي وا شي كبرلي وداد كاوشا كو اجتهادي الشافعي احاديث تاسي هل حديث كموسى كيري كتبتي سودان اخريا عصر واسوغن ولا عصر الروايه اهي عصر الديوان قال كتب بخاري مقرن ومسلم مقرن وسنن مجر حلق الشافعي واجتهاد دينته وكهله وفانت برمله نول بمرك و هو اسغو وريا ما علميسا ايو كو اجتهادين مركا اسك ان لا دبا تاغناد وداد خلدمي او شمهشو كما جرت ديك الاحاديث ودن وحي نقنيسا بلاش طيب سيده درت الامام ابو ثور وارضي الشافعيه ايا كلي كو خلافه oo wuxuu yidhi neef la gowracay ama la ugaarsaday oo bism aan loo qaban kas iyo kam midnaba waa baqti buur Abu Thawr oo ardayga Shaafi'a iyo Shaafi'i ka ku qarla qadiyadaas wa sheekhi arday sida mag Abu Thawr maray bayna muhaddithintu u badan yihiin dhahriyana sidaas ay mareen Ibn Hazm asoo wuxuu ku dhaweeyay hawlaha aan laga hadli karin باب التكبير عليه ان الله اكبر ليا تكبير سلمك النفك لا غورعي اخبر القاسم بن زكريا بن دينار ابو محمد الطحان الكوفي قال حدثنا مصعب ابن المقدام الخثعمي عن الحسن يعني ابن صالح حسن بن حي بن صالح الفقيه العابد المجتهد الامام لكنه رمي بالتشيع لمن كي شيعه السالحين اللي ادن جرى ودادك لو تيريو ودادك لو تيريو حسن بن صالح عن شعب الحجاج عن قتادة عن أنس بن مالك قال لقد رأيته صوبرها أركي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذبحه ما سوى قورعه لابد وان ويهده بيده قعنتيسي بيديه بين كدقته واضع نسوق الدجي على سفاحهما قدمه الذي صب لابد وضب بع لابد ولقومه قدمه أدن كيسبه الصاري هل مربو صاري من دول بوكو قورعي وصار هي اللوجه يسمى سوى إله مقعاوي بسم الله له ويكبر الله أكبر له كبشيني أيو قور عيوه أما كبشيني يي أهايو يعني كبشيني أم لحين أقراني وحن نبي قور عهي لبوان أو دران أو جيسال جيسال بحشي جيسو هدي وانا وان كاسو هدي لو دوان كريب جيسو وانا دحالة اللوجة ده متكوا الورد انت سوى جيسي يهوشي سوى هلسوه كل سوانا تبرت ير وانكو جيس كسو هدو أدو بحوين هدو ما يتشعلو مركو حقوق دحدحات كي يجعلي باب ذبح الرجل اضحيته بيده حبابي هاي اضحيته ما دام اي عبادته هاي وقال له قد دواني وإلهي من نارك وحري أدرجينيسو عبادة إنه هو وكيلنا أدو قورعو كل شيء خصاصة في عن
نبونا يالي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن العلاء أعلى صنعاني قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوس عن أنس بن مالك حدثهم أن أنس بن مالك حدثهم أنس مالك بأو الشيقي وأتبيي محون أتبيي أن النبي الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي ضحى إنه كو عرف يستي بكبشين لبوان أقرن إنه جيسبح شيء أم لحين دارن أما قبل كل مضحى يطأ أسوه كو استاغي على سفاحهما اللقمه هذا ويذبحهم ما قورعها ويسمى ويكبر ما قاع إلهنا وقبني وانا تكبير سني مركو حكر بقى النبي أسقى إسكي وقورعي حديث كذا نزومر مطريق كلا طرق دبو كلا الدواء هيا للتفن ينو كتوس حديث كينو طرق بدنيا يعني. باب ذبح الرجل غير أضحيته إن أيضو سيدا طوي في عنطا إن أضو وحدة قورعة تغدنا عدك لديه كرتهدي جيجي يعرفيسي جي نفق عرف هذا أدو جورع إيه جورع طيب أضحية ونبي بوليه هاي وعدك لأي جورع عليه مسوا أرو أنت عن كور قوايد وصحيح ما أرك لكن وحور ربع باب الهدي إيه باب الأضحية إنه يسكن مر مري إمامك لأنه واسك باب وقربان لبضو با إله الأقول دواني أشهر الحرم لا جورعه طيب أخبرنا محمد بن سلمة المرادي والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم ابن القاسم هو عبد الرحمن بن قاسم العتقي تلميذ مالك وشيخ المالكية قال حوري إمامك حدثني مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن جعفر بن محمد جعفر الصادق عن أبي أبي محمد بن علي بن الحسين عفوا جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين عفوا جعفر محمد بن علي بن الحسين وابن علي بن أبي طالب محمد الباقر وذلك اللي ورمت جروي كدنبي أبها عن جابن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بيت رسول الله استوقع لي جابر من أنت بدنا كوريان ومن أحسن الأسانيد مرة جعفر عن محمد عن جابر سلاسل ذهب بالغترية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر نبي وحوق ورعي بعض بدنه قيلي سيبركي قيلي هديقة أها يبقلك أها أما سقاشين سقال كالنيف أها سقاشين سقال نيف أها مركز النبي وحوق ورعي لحدني يصدح لحدني يصدح على أدب وقعد سوق جورعي نين رجع وجيل الجورع كرم متجره وحسابك يعني الله سبحانه بمبوي نين كوحي وبدون صمال وحنو ما ينطونها ناف مسكوت يكرا ديك لما كده مجرب قاعد يعيبا واقف في القضية وكلها قيل له وش سوي سلام معه لحدني يصدح بالنبي وجورعي كذب ودي بتوردي علي صدني يصدح بأسوان مركز مش صدني اللح صدني اللح بأسوان مركز جورعي سقاشين سقال سيدا سيكون نقطة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قل يا عرب إنه دي بين أري أدن وطيال لك قورع طوانف بام الدافين وينب طوانف بام يا الله كو قورع نيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر وحوق قورع بعض بدنه قيل سي هديقا بركيب بيده الكريمة قعانت صوباني وناسد بكو قورع ونحر بعضها برك الصهرين وحاق قورعي غيره غير كعلي بوجه علي بقورع حديثك وحنا قصمر في كتاب الحج أصوب مختصرة مسلم أصوب دير بورياء وقصابسنا هذه القصة دي حج كده نيت بقصابسنا مركب تاسو هنا مركب بنان طيب من أيسن لهين يوشيخ إنه تلمامي رحمة الله تعالى عليه باب النحر ما يذبح وحبابي هاي شيء أصالة إن لقورع هاي إن لا دون ربي كروه إلا النحر جنا وعند وشيء جب إن بيد يهلك لقون تا لقون تاسي لقى توماتي ولقى جورع النفق نحر جنا وين عنها عفوا جورع جنا وين هلك كوره هل عنك كوره يس لقى جورع قيل الوقت أرقتنا ذلك أم بال لقى جورع الله طن انتي لو ورا ما دني حد حق الله وضع حولها نمشي لقى جورع الله ده محاتر هذه الله ده مسيار قال لقى جورع مسيسي قال لقى جورع أبد ولا هاي سيداري أخبرنا قتيبة بن سعيد مركو حكال الشيخ إن ليس ويدارين كرو وصيدا قيلوا سيدا أريق اللو قورعي كرو أريقنا سيدا قيل اللو قورعي كرو ويسا تاتب لبلهي أخبرنا قتيبة بن سعيد ومحمد عبد الله بن يزيد المقري أبو يحيى المكي قالا وحدا لبدأ وذات حدثنا سفيان سفيان كان وكومة ابن عيينوي محاو قرتين وحاو قرتين نسائي
نسائي يا ترمذي يا ابن ماجه يا مسلم افرطودا سفيان الثوري لبو واسطة أمران لبو هذا مرة ويد بان قبل أحاديث بان كسو هذين هذا لكن حي أقول تجمع ذاتك سفيان نسائي بواسطة أقول تجمع هل شيخ بأمري قطيبي محمد ويسكو لرين مقرونان بالي وهل شيخ هل واسطة أمري سفيان سفيان كابن عيينوي لأن النسائي والترمذي وابن ماجه إيه ومسلم لا يرويان عن الثوري إلا بواسطتين فأكثر لبئي كبضا بأمران مركو سندكو عالي ويهي لبئي أمرايان مركو نازل يانا إنا يصدح قاعد الغيابة ماشي أبو داود يا بخاري هذا نسو شرح إنا أمران سفيان الثوري بواسطة ابن عيي مركو تاسي وامدة مدة لبات رقا قطيبي محمد ومن الصغار شيوخ صغار أي سوق قارين أئمة الستة أي كجران والله بدأ معنا اسكت درمدي كانوا كلامك وحلوه قلنا في الاستلاح مهمل بالغدا مهمل هذه راوي مجيس الله شيخو حتى يدونت مجيس يا مجيء أبيه يا أبوه يا كنيديس يا لقب كسبها لو قدره راوي مر بهدور راوي كذا كقد مني وكم مجيء هاي حقا نآن للراعي وصف كسوع هي ككلاء وحلوه قلنا في الاستلاح مهمل ومهمل عن التمييز حدثنا سفيان وابدان يهاد مسفيان بن عيينة مسفيان الثوربة مسفيان بن حسين الزهربة لما يقان مهم الباكن ليد هذا مهم الكمركة وحلوك لسعى في فن الحديث مرنا شيخ يسال الله فيرين أصدقى مرنا أرضاك قاتب الله فيرين مروحة فيرين طبقاته نعاية مروحة إيجي بلدك رواد حكونا بلدك يهي طيب مركب طبقة وذاتهن قتيبي محمد ومن الصغار طيب ثانيا نسائي حقوقتك بواسطة نسائي نقومتك الثوري إلا بواسطتين فأكثر معناها سمرك قوة عضاني اسكوك هذا إن شاء الله تعالى محاول حيا مبهم يا مهمل مبهم كوانا مثلا ترى حدثني رجل حدثني الثقة حدثني صاحب لي وقال رجل مبهم ويمتك مقعيس لما هي عين تسين لما يقان مقعيس لما يقان كان لكن مقعيس بعض لكن كليه وحا إشكال كجرة سين لغة سوء لها سميقيسة ننقى سميقي سميقيس لما يقان سميقو عرب وانا في صومالي طيب عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت منذر عن أسماء بنت بكر الصديق هشام يا فاطمة وأودادي حسكي وأنا صومر يا بن نوي قال وحيت لصحابي الدس نحرنا فرسا فرس بانو قورعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يحل جيس فأكل لهم مركزا عني فرس كنا وحوها بابك اللوضة إن لم مريو لقورعه فرضونا وإن بابك اللوضة إن لم مريو لقورعه أصلا هل قال لقورعه سيدي قيلي بارلون تالو رفتي وقال قتيبة في حديثه وحوله فأكلنا اللحمة وهيلب كسبا نعني فرس كونه حلالي هاي ولا قورع كرو أما لدون ربك حديثك كعا خالفه وحا سفيان بن عيينة خلافي عبدة سليمان الكلابي ونسوي أن حافظ وثقاء وحونا يري مركة وحكو خلافه واللفظه ما أها سندك أخبرني محمد بن آدم المسيسي قال حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي عن هشام بن عروة سفيان بن عيينة وحديثك كقاذني هشام بن عروة عبدنا عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قال وحيت ذبحنا على عهد رسول الله ذبحنا أي عبد كعبري ماشي وسفيان كعبري نحرنا ثم جدا طيب رواية سفيان الثوري حقين قصة مرة إسنا الحديث كان هيد رواية سفيان الثوري وحن قصة مرة أفر كن أفر بغض ضباطني أفر ده اسمد مني هني باب الرخصة في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر بات قصة مرتين سفيان الثوري باورنها يعني هشام أسلم حكو وريي نحرنا بات قصة مرتين لفظة أسقى وبابك اللباطني اللباط لباتني سطح ودينية لباتني لباني قديه دب ملا ما هيسان
يا عبد الله واب عن سفيان ها سفيان الثوري وي سفيان الثوري اسمه نحرنا بكسو وريق ابن عيينه نحرنا وحا خلافي عبد وذبحنا كوري مركه علو ما اركن نسائي وحو اركا اني لبدوا بنانتاي صدرت هذيك لما بابايستين باب نحر ما يذبح ما بابايستين طيب وحو اركا لفظه لسو خلافي انو راوي كلبا والبو اركو شيء لا دون دبي جرى هذه لا جورعه إنه صندب لهاي كي لا جورع جهاد لا دون دبنا أي صندب لهاي ساسوار كإمامكو طيب شارح وحوله يسوق هوس مكو حديث كم مريء وحوله هاي وحام نسائكوها بونيت رواية هذا عن هاي إنه باب النحر ما يذبح إنه كشيء الرواية ذن رواية دي سفيان الثوري أكتيس أو كشيء حديث سفيان الثوري ما كان صوم مريني يتن ابن عيينة استبرد قال كان كدا يو إنه سوء العلم بها فائدة من مقتى وحوله فتأمل لكن وحقوس بعضين حديث كان هذا أن هاي إنه كتاب الذبائح بأصل كوي مادة رواية سفيان الثوري باب الضحايا بكت مادة كتاب الضحايا مزبا نسيت كعدة كتاب قصة تحفها الإمام المزي وحوك لقى كتاب الضاحي وكتاب الذبائح وأنا كلقى أنت أحاديث مركا خاصة الرواية ابن عيينة هذا أن هاي إنه حديث أسوح كت مادة عند المزي في كتاب الذبائح رواية سفيان الثوري نوح كتب ما في كتاب الأضاحي والضحايا مرك الناس يوحوا وصل عليه والله بكل الباب باب الأضحية رواية وكوكاني باب الذبائح رواية وكوكاني إما إيه التكرار حتى ولدك محقق وسط هوشة وكتب الماما يوارك تمام مني جزء كتاب ما هيسن رجينا كتاب يوك لا يستوى تلمامية وحوله من أول هذا الموضع وحتى نهاية كتاب الأضاحي عز المزي هذه الأحاديث لكتاب الذبائح وليس لكتاب الأضاحي كما هو عندنا مزبانا هوشن كفي عن مرة دي كتب ستة لسكو هايستو أصلاك واحد قلنا من مجل إنه دليل عط كارد قاتيبا موي قال وحيتر يا أسماء ذبحنا على هذا رسول الله وحانو قور عني فرسن بانو قور عني ونحن بالمدينة ومدينة شوقنا ونحن بالمدينة وحي بابين إيسا أما يضرر أقيس أيقو الصفرة تي قاتقبت ويوحي عنان وايين وبختو حلال النقضي أما يقور عدين فرس ومركا كده قانت أضو دميت قور عدين وقور عدين ضرورة درتين إلا بختك ومركا كوب برناني قبر أسماء وحي هوشاك أبابا بيسوا نحن بالمدينة ما يميلا انشوقني لب متشرين هلباهان بانو قور عنه فأكلناه مركا سنعوني باب من ذبح لغير الله مركان سومن رواية سفيان الثوري وأنا كسوم الرئي وعيوب أنت مرك كذهبت إن لسكت حق يجي الله فدقي كسوغان إمامك أما كسوغان أمنا محو هاي عفوا أسماء بنت أبي بكر كسوغان لأنه مخرج كحديث هو واحد يدور على هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر عن الأسماء بكل الوريبية هذه مخارج في كل دوان لهيد لا بد الله فدي بقولي بارو اعتبار الله لكن حان كهف لو أنا قصون يري مربط وصبان ويني ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل قاعدة جود بك هذا فلا كي لجورع يدان دون دونه كي لدون بجري أن جورعنه حان كجرا ولي ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل بينه كجرا باب من ذبح لغير الله جورع إله درت اللو جورع يكيه البها ينتو نو قصها الله وحوض الشيخ بابا يستقبل كورا نيك نيف جورعه إلهي غير كنا أقورع أحد أن الله هين أقورع معي إلي عند أهل العلم قورعه يردارته يسجوده وأنواع أشياء وحلقوا ويني أحد الوينين يساد خد عارتها أهل أكتاد كوين وقدرنا يساو حلقوا قورعا وحلقوا سجودة روح أخذ وعيسا أكتاد كوين مرك السجود واليمين يذبحه وأنواع من أنواع التعظيم وأنا عبادة الله بضب خاصة لله سبحانه وتعالى صدح ضبط سجود دارته ذبحه لله سبحانه وتعالى ومن خصائص الألوهية لما أقول عدك لأني كأك بحضه هدي حكو لقوين هيو وإن شرع إله لقوين هدي دواشي قرب الولد وإن إله الولد هذه البعوند يا مرتقاد يا سوري لولو جدنا وإن شرع إلهي باسمك لو غورعه كدبنا طريق إسلام كلام مره
هذا لكن الله قد واشي يعني. أما أحد لو قد وانا إلهي كله لو قد واذ أحد كلام يشاء الله سوى قلن هذه الله دارنا وإلهي سبحانه وتعالى قد أرتو هذه الله خضوع اللهوغن والله فورسنا إلهي باللوه اقتالونا فورسنا صدح لهم مسألة بمركة وبرنان كيتالي عند الفقهاء آد بين أقاه الله حتى بعض الأئمة الشافعية وليبا تمشعر كجر كالرافعي وكعد كتاب جزاء العزيز صدح ضمينه من خصائص الإلهيين كدبنا عذر كيسبا قبطو دبو هذا باشي كهلي طيب حدثنا أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عذر كيسوا محي وإن شيء في حد ذاته كفر هذا اعتقادي قصدي وشدة الله سبد وحيو تقريري سجود يقورع يقارط إن يهين نوع من أنواع التعظيم لله رب العالمين أين صدح بيهين من خصائص الله سبحانه وتعالى مركزه فمن ذبح لغير لسانه أو لكذا أو لكذا وقصد التعظيم وخطأ دي وبئي من بوعول لكن بوركور يكون ديشابه لكن وركوره يكون ديشا يعني لكن الاستراق بعد مخرج نسومها وانت في صومالي قلت وحي وراء تصوش يكتبه بإزاي وحكسر ريبتا أنا بربور إزابة هوش بكاها بيريس هذا بالتريفال كان سيدي يسوبة وتعظيم تعظيم بقضوبا فمن قصد معيطة لو أبا هرورك أصوك لي قصد كوحو كترى لفظك يفالك عن ظاهر كو آهين في معنى إن بدلنا ما سوش الحمد مهمية فالك يوارد عن كو عدين وشده لقليه هاي يا معناها لقال يا عين عضين با وحلقوا فسرا نينك السبيل دي محل اوغ جيدي محل او جاد او ودي لكن فلق ايو ويردو مر بها داي او جيدديدا يا معناها لوغ جيد او عاد يحي لما ويدي الروح بل فلكاس يا قولك حكم كيسا لو دجيا فاعلك خطا فمن قصد هذا مقشو نينك عذر با كجيره تجاههم اسكا الالي هذا العد يا فلعد هذا القصدي نواء يا أضمقشو وذاتك وحاوله ما تسوسا أغي أما أغي هاي بدعة الجهمية في باب الكفريات اسكا إلالي أغقو خلدان وليقا أيضا مركو فلكو يواردو محتملاته وحاوله تميد من قبر دلتاقا متلا وإلهي بريه السدالة قبر بدلتاقا يساس وليح نيكاس يوحان لين محلو جدا ما قبره بريه يسا مسود أدو عينيسا سوما دعي كرت لا ودو قبر بدول تاغي هي غعمو تاغا هيا وا علمي هيا وا دعين هيا ما ابي ما مشو كحبالن ما اوغ با كحبالن ما ويلكيس با كحب ما اسلامتو جعلا با كغا ديمتو مشو كحب او دعينيا مسو بريايا فلكاس كيبو كعديا منكم عض مر هدوس منكم عض وحنا انا وركا ودادو مياد بريايا قبرك مسو دعينيس وان بريا هيا غور لي حدا لاجين هيا ونود عينها يا ابو سيود بان الله كاقبله فانت بنو ملي سيود دعاده الله كاقبل وان كوغد ان كدري ولي بانغا كدري دعاده marka falku hadu cad yahay maxaad uga jeeda ruuxa laba yiraahdo waxa uga jeeda bacayta wa khala dawsha iska ogaada ya taa mid kalo bidcay noqota indaha ilm kufr ma gaadho كتاب اقتضاء الصراط المستقيم باب بحث اسكلا اخريا مثلا عند دي وان كو ادعيسان يا هوله هذا باب دم بو كغه الله كبر كبدان بقول بو كبدان يا وان كو دعاده الله بان بري لكن تيسان بركيسني وبدعوي ان الشرك كفر نقطنا ولا غيابا في بعض المسائل أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى وهو ابن زكريا بن أبي زائدة الهمداني عن ابن حيان يعني منصورا الأسدي منصور بن حيان بوجداوي منصور بن حيان عن عامر بن واثلة أبو الطفيل محقبه عن منصور بن حيان وحبان وخلط معقوق راضية مخطأ وي منصور بن حيان بصح وذلك هو منصور بن حيان الأسدي حبان انكم اقرئها اسك الصح خطاوي عن منصور ابن حي ابن حيان الأسدي عن عامر بن واثله ابو الطفيل واخر من مات من الصحابه على الاطلاق
صحابة النبي محمد نك قدام بيا دنتوي كل قدبة. آخر من مات بمكة، آخر من مات بالمدينة، آخر من مات بالكوفة، ولا كقيبية. لكن صحابة ورنا نك قدام بيوي. قال وحول الصحابي قاس سأل رجل عليا نبا علي ويدي سائلك واسغا روايه كلا عديس قلت لعلي سغا اسقرن هيا طيب اسغا ويدي سيدنا علي مخو ويدي سببك سؤالش ما حكينا سببك سؤالش مركا روايه كلا حدك اوليه يا عديسي طيب روايه وحي هي روايه هاني مولى علي بن ابي طالب هو يروي علي بوحا سوق قاده حن ان سوق كجرت قوليه شيعتها اما اسق اسحجن جرى ايليهن علي وحو هيا علمي من رسول الله وخاص اسقوه ان امدك لو شيغي حنتي بسوق قاده مول اظنك حري هاني لو نجي يا هاني ماذا يقول الناس هاني وضدكم حيليهن بو فقال يزعمون ان عندك علما من رسول الله الا تظهره بول تدكو اي شيغايا وقوليه شيعتها حيشيغا ان علم هيس سوبنها اتكوريسي oo dan dadka u sheeganood qariiso nabiguna uu ku qariyay qala ali wuxuu duuna nas ilmi nabigu gooni ugu sheega dadka soo kadiimay sheegahaya mise ilmu madan nabigu ku baahay inaan wax ka ogaahay bay sheegahaya qala wuxuu wari naam duuna nas ilmi adiga lagu qariyo gooni ah inad haysay u sheegahaya markaas uu xadiidki qaabkan u hadlay oo yidhi isoo qaba seeftaydaas seefta soo qabtay waraaq bu ka soo bixiyay intaas ayaa nabiga ka maqay maana gurigiisa aan wada joognay ama guriga ugu yimid ayuu xadiidka u sheegay xadiidka haday dad kale maqleen waa khayr haday sanbaray intaas aanu wali nabiga goon uga maqlay waxaan keenay waxaan wada joognay gurigeyga ama gurigiisa hadii wadaad gurigiisa ku boqoto misal ku sheeg xirta kale isan ogeyn waxuu ku qariyay mise waxa keenay inaad kulanteen meel ku kulanteen yaani waa wixii baas kaga khaldan ومع ذلك احاديث او قريت صحيفه سيدنا علي او قريت بدن كصحابه كان لورس وابن عباس كمد يا ابو هريره كمد ياي طيب مركز سال رجل علي هل كان رسول الله رسول كلا ماها يسر مدك قريه كو سريستا اليك ادق حق هذا شيء شيء او علمك اي دينك كمد دون الناس ددك سوكدي فغضب علي علي بعرضي اذا بدرد هذا الكاس ودر حلي او كسفلي بو دريمه خير الله اني دهان علي شي هوسا لوغو شيغي انو اسو يحي امير كمسلمين تا نبيغا كخيغا حساب هوسا لو قريي وصي وي خسي رسول الله وي خصائص باجرتا ورحال افتين بالقشاي نبيغو باشا برنامج كو دغه وحنا ما قرينه بينت دايب فغضب علي رضي الله تعالى عنه هذا مركز في رسالة واحد لقى عرض ممقل لكن قرائن تبا كان مقن فمشوا رنج للجويني هذا العلماء يا صحابة يا تابعين تو يا رد وحكا قاعدة السوق قرن لهاي جميع القرائن لم يختلف لم تختلف الأمة في مسألة من المسائل بول أفوح كذا على وذلك شيء أكتيسة وضيح واضح كأ يكتر أنت خصيصي بكوس قرن أورن هيا الاب تكلا كرمورك كحد نجد كفانسين لنا سوق حكا هيد واضح بيكاء هايدي هولا قرنا يا عام قرطي إلا عاش قرطي إسكده بالليلي مركا هدو باشو يقرسومي مركا وحوري هاو والبا يا شيخ والبا هدو سو قرن لها مركا وحورنا يا قرائنتي يا ملابساتك يا حالة الجري دينت كل وحي نقولنا إذ واضحات خلافنا ممي ما دمت هدو عالي مركي لو شيخ وروك حراق معامقا حالة دي مركا تاقنيد شب هذه التاقنيد وسواسك ايشي عك عيين سوق وركي سوق قاري سيدنا علي ايوه صحابك خاص كاي صاحبك او سؤال شيء كسب بودي ورعامد وحا شكتي ما اديك واتل وركا قايمد وي دخش لك نقط لانه ولادك علي ود عامي وحا ويدينو سنك حناق لكن ارضي ولي مسد وفاسن وقت بان كو بخيادو وح سو تورتورو مخوليه ما يدين كان مشى تاغن وي ما طيب اوكي سيدنا عمر ويمد لبن سعوتو مسائل النبي كو هالاي قبل اديس كو بوقاي مركز الله يهلو إنو قرعو الربي بكورنا والله بحي كدب الحقيقة كتماده محاضة هيدين من ريمدين أتم سعوتاتين سعوتانا من يبلا كنبت هذا ريمدين نقول هيدين بور ما أنت بكورنا إنو كتشابي لايد حين ريمدين هو علومه ويقانا احترامك صوبانها مسجدك كرامضة صوبانها يقرنها يعني مانا كنا واقعان مسائدك يقن نبي أكتيس لكن إنو ريمدين أتم تقاناني
مرضى ما هون قن إسكيلا آجان آج آجان ويا إذا بتردا فقد ور علي حتى مر إلى وجه وجه يسبع عصاه وقال وحجري ما كان يسر إلي نبي يمسر يسنجرين شيئا علمي دون الناس ذلك السكدي غيرها سيشي أنه كان حدثني نبي أنه عفو أنه حدثني مربو إيشاري بأربع كلمات أفر ويرود وأنا وهو في البيت أنا جاي أسوق جوري تشوقنا في البيت كسوى لفظ محتملة مجوري وصوبناها مجوري يسيبا مجوري إلهي با صدق أبو محتمل علي هذا المرك اللي جون محنين لين محل وجد جوري بعد هلاين لو كلمان عضيت معنى هذه في البيت بيت الله الحرام مياه في البيت في بيت رسول الله مياه وعلى كوب وقضي ما يا نبي قبدي سفاد علي بوج على وان انت جيري مغوري علي با انت بو سو مدعي كرت طيب فقال له وحجري لعن الله اله هل لعن اظن حريسته كفغي من لعن والده والد روح عايه روايه الحديث وليه من سب والده روايه الحديث وليه ولعن الله العاق لوالديه اسكو سو روا معي نينك والدك لعنده اما كو عاشي غروبا اما افلغاديه كل وا ملعون والد كل احترامه ولقدري الله ربان مويد إن الأفلق هذه لما دوني ولعن الله من ذبح لغير الله إلهنا هل لعن ذو ننك إلهي غيرك أقورع لعن الله إله هل لعن ذو ميا مس إله هو لعن ذو أما خبر ويا أما ودع يا هبر من ذبح لغير الله إلهي غيرك سيروح أقورعان إلهي هل لعن ذو طيب إلهي غيرك سيروح أقورع الله بقى بعلومه كل شيء ذبح لغير الله من نوى قصدك من نوى مقع دوغة هذا ترى باسم العيسى باسم موسى بموسى بالكعبة بكذا بالجن وماشي بسم الله أتكاد إلهي هذا إلهي غير كي مقعيس الشيكتو عسكتو علو وحيد هذين ومما ذبح لغير الله أي باسم غير الله بلوغر والله أنتم مركز بمعنى الباب النقنس إن مجع إلهي مش أتقعس كن الله هيد أدواد مجع عوده أما النبي مجع عوده أما الملك مجع عوده أما الثنم مجع عوده وذبح لغير الله هي إن أظن شيء مجع عابن وشيدت أقول عزائته إلهي غيرك وما أهل به لغير الله أهل هذا سوى محي ذكر اسم غير الله عليه والوشيبه ما يقصد لغير الله والوشيبه تنطيب إلا متاعي إن الله مجعيس مجعان لوقبتنا وإلا مت إن قصد لولقست الله أحدا كأهين وصوق الشاء طيب صادرت بها رواية عضيسي ومحديث كمعانيسة رواية عضيسي كشيكتي لعن الله من أهل لغير الله ورواية ابن حبان ولعن الله من أهل لغير الله ماشى من ذبح لغير الله كنت مت بوصوق سيدة كوري ابن حبان في صحيحي مركة هذه إله سبحانه وتعالى أحدا كأهن الحق ورعدنا وحاران شيئانا وبختي سيدا نصوص طي عديس بل أو كيسا وحقق ورعي عند أهل العلم المحققين مسلم معها هذا المقعان مقع إله عسكتنا وحقق ورعدنا نفك وبختي أدقي سيدا حقق ورعان مسلم متين الإمام الرافعي في العزيز وحسوق وريي إن قصتوا أهوشي سأنكوشي وكو قضاء الحورين لكن وحي خوسي مسألة مهمة حل جيبوا العلماء فقهاء قزوين فقهاء قزوين أي أضاد بأن رح مرت يسكب باب أمبور وحيسكب باب نبى جور عين نف وحكو جور عين بسم الله واسم رسوله بكو جور عين كريبو صوقة بتاع مسألة مع عزان بلاه بصار حول بسم الله واسم رسوله مجع إلهي مجع رسول كان كجور عين يابور وحسكو خلاف إنك هو قال يمأها فقهاء الشافعي لصعادة ما هو هذا يقوليه سور عليه شيء زي منا ما طيب مركا رسول كبه هالك الله جمر يا فقهاء ولين وقال لهم محيا إلى إله مجعيس محل الله كل رهيا أذن رسول إله درصي أو بركة سن رسول معظم ومكرم هالك سهل جوا لكن ناف يحكوا لجونه محلو جورعيا باسمك إلهي ميت الله سكوا قصه إلهي أمك سنة لسكو خاسم معي وحيدا إن من كيدوا قال لما التشريك بسمي إلهي شرك بكل عيدا
وأنا من بدن إيرادي وهابي وكشق إنسان لايان كتبت شافعية ذا وهكذا لايان وحبذنا أنفعه طيب لكن حاوي وحاول لقته توحيدنا هؤلاء إن كل جيل لي دينه وحنابله وكل جيل قتل ما ضعه أقام بالله أرض عيال كلا سوقات أظن عيال بوسو قالين بالحكي لسه واحد أبهان تورن كتب الشافعي وإفهم تبع إلى طيب طيب وعد كفي رجعت هذا القضية ضع يذا شرح كبير مجلد كلمات تناد صدح بقول طبني الشن سبحان الله والجدير بالذكر لفظي كان حديث كان شرحي وذلك لو صنعاني كتاب التنوير شرح الجامع الصغير بحثي في عنب كله أو كهاللي حولها قبرت الجد الجورعه كوا أجس كله جورعه يوحي لها مارن وحكله هذا التعليق أدو في عنب كله أصلا مجلد كسجالات سبحان الله لحدنا يلا بعد كذلك سبحان الله شنب قول لحدنا يسجال ولعن الله إله إلا عند من آوى روح سود ويد صود من محدث مد بدع ليم محدث كوانين كان فسق ليم هذا ظلم ليم هذا بدع ليم هذا بقنا الإسلام كله أقول إنك كينا وإن لقى هرتقه وما تلقى قبته لا لدقى علمه يا للدنيا إن لا صود ما أود لاسم إلا ما وقاله محي لي أحدث في الأرض فسادا بوكاني في الدين فسادا بوكاني إذا وإن لقبتها الرأينا سود ويسمى هذه كي سود وي إله إلا عنا ذي أصدق قد يسمح المدى وركيب تشوش ولعن الله والله لعن من غير روح بدل الدورية منار الأرض روك السود ميزة يا أستاميزة مناركو وجمع منارة منارة والعلامة علامة دور حيسوي بين الحدين لبا دول لبا بيرود لبا غوري استانتا او دخايسا سودينت بيدد كقار كود قيب كغوسن هيان ساي دوخو بلارسدان وال اسرا بيرا لسكو بابيا دولكا لسكو بابيا استامها يا سودينها دولكو ايليه نينكي بدله اسنا وا ملعون روايه كلا حديثو لعن الله من سرق منار الارض دولكا استاميس نينكا حدا سود الريح قيو كو عام بعي با جيره ولا لدرس كريم با هذا الذي يستو سيكون قرن هيان وكل بقى قد قيف هكذا جبسون هيان قرقة نبو حكا سواري لابا متر كيسنا طوام متر بنغانية امتحانه ايضا نعاس هجرة روايك لنا وحيه ولعن الله منتقس منار الأرض ننك قراء اللقاء قرقة دولك أستاميس روايك لو استحديكو تخوم الأرض تخومك يا منار كواسكم معنوي حديثك مرك حديث علوس وهي الله يسكر وحا وكدب يا دنبا لا فغاد امدنا لو قدبو باب النهي عن الاكل من لحوم الاضاحي بعد ثلاث وعن امساكي عقد بشيخه ان لا يسكر ريبي عن الاكل من لحوم الارض كل قد وكبائر والد كان الله عنده وكبير من الكبائر الذبح لغير الله وكبير من الكبل هي كفر من آوى محدث وكبير من الكبائر تغيير من الأرض وكبير من الكبائر لأن وعيدك كمي ماده واجب لقتك وحان كاهن أما كبير لقود عو حان كاهن طيب قيب المركب حسود حتى لا قيب كفر عندها العلم يا قيب كفر آهن طيب وذلك سوق الجهم أبو العباس القرطبي وليا بحديثك وحيوري سيودع كرتا إن روح مسلم إله غيرك أقورعه وحيوري وحادع كرتا إن عبثا أقورعه لم يتصور إن روح مسلم وقال لما كل عكر وشركي وولي ألاب على وقت طوراي وحلو إنما يتصور إنه لغير الله يقرعه إنه يقرع عبثا نف بس كسو قبطي بلا تجابج تورين أف بانطاي دع عيار مركز وحين نقول إسا هذا حكو إلهي كرامي أو إلهي احترامي أظن حق دور لغيري ومركز كعيارتي هل كاسم بين نقول كرتابه ما بصورة يسمين بقى أيه مريم محمد محمود دم لا تاس دم لا متى هذا طيب مريم بيوالقلة تايوي سوسيداون ما تاعوا اسمع لكن هلا قد دايو نيجو هذا وقت نفقة روح تكجو رعي سامع أوه والقلة يسي ما قاعد إله وحي الله راعين نيجو والأوجي هاي كد مركز جور عدد أنتو حتى نفقة وحن كجو رعي هبلوا القلق يذوي هذا دونتو لكن ما قع إله وحي الله الراعد هل قضب من ولادوس كخلافين صلي من الراعين كره بسم الله والله أكبر اللهم صل على محمد طعم الله قصي كره أي ماذا صدق وحيدا وكرهه شافعين حول ويبنان طال
وكرهه يو بنانته إسكو هيا وإذا دهور محسن فقهاء واحدا وحاران لما راح يقرأ ما قع إلهي وأحب الله كم تريح كلي لهذه القرآن كنا سيدنا سعدي صباهم وكه الله وح أنت كذب بيا لما تضبط ديك وحن ضبط ديك كرتا واحد كل شيء إنه عقيقية النافقة إنه أضحية شيء كرتا لما نبغى واشيء لكن وحبها هذا بقي إن هبل إياه أسماك لا أحبها الشيء باب النهي عن الأكل ربيد الأسكر ربيب وباب يأين لعنه من لحوم أضاحي عرفوه إنك هلبه هذا النافق اللي قو عرفه يستهلب كيس إن لعنه بعد ثلاث صدح مع الموت كدي ماني كلا قو رعي صدح بريك وكلا كدي وعن إمساك إن لصيها يستهل لك يتصده ومغمض يأوتك على قدي إن الله أقلي أخبرنا إسعام نراهيم الحنذلي إسعام نراهوية وهي أخبرنا عبد الرزاق بن همام السنعاني حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عبد الله عن ابن عمر أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أمة حكر ربي أن تؤكل إن لعنه لحوم الأضاحي أو الأضاحي عرفوا إن كي البهودة بعد ثلاث أي بعد ثلاثة أيام صدح بري كذب وأنت لقور عي لقور عرف يستكذب صدحك عليه. أخبرنا يعقوب إبراهيم الدورقي عن غندر محمد جعفر قال حدثنا معمر قال حدثنا الزهري عن أبي عبيد مولى بن عوف أبي عبيد مقعي سوى سعد بن عبيد سعد بن عبيد بالي هذا هو مولى عبد الرحمن عوف رحمن عوف باحوري قال وحودي وذات كاس أبي عبيد شهدت وحان جوغي علي بن أبي طالب كرم الله وجه وجه يسأل الله بركيه أما كراميه في يوم عيد عيد الأضحى بي أهيد رواية كلا عديسي عيد الأضحى علي وخطبين هيا أيان كقيب قليبوري سيبو يالي أتو كذي عيد الأضحى وحي أتو كذي بدأ بالصلاة صلاة دبو كب الله قبل الخطبة خطبة كور سير هبن ومي موسى يلينا صلاة دبو ورتو كذي كذي بو خطبه إستاغ ثم صلى واتو كذي بلا آذان ولا إقامة أيضا لا آذم لون أقيم إلا عيد اللو من آذام اللو من أقيمه ثم قال مركز سيدنا علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه بان مغلي ينهى سوق مدى كربي أيمسك أحد أحد أنه هيسته من نسكه جور عيسى نافو كعرف يستي شيئا شيئا اللي بقى كربته فوق ثلاثة أيام من صدح بريوح كبضا رواية فلا تأكلوها بيقدرت حديث كولاي ما بقى صدح كم مغلي صدح بريوح كضم بيا نافك أتقع عرف يستن وحي كسو عري هعوننا صدقيست أمد الصيية أنا سرعين حديثك وهولا بدن ياهي أخبرنا أبو داود سليم بن سيف الحراني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الزهري قال حدثنا أبي وإبراهيم بن سعد الزهري عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري أن أبا عبيد وذات كده نسو سعد هوي أخبره وحوشه أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم رسولك له وحيدا كرهبي أن تأكلوا إن العنطان لحوم نسككم قورعنا أما عرفوينكينا هلبهودة فوق ثلاث صدح بروح كبضا صلاة علي وحوتو كذي أمدنا تجيه خبانا جيدي حلق سيدنا عثمان لوهريري قرق سيد دارتيس عيد صوق الشيء بأي أعيد أمد وحتو جمكا لوايينا أسوق أوتجيه كدبنا أخد بيين سيدنا وحاو عدي سيخ روايدي طحاوي أي عدي أسوقه في المشكلة في الآثار وحونا سيدا علي ويجيلي مركا أيضا قوليه مصر كسو الدولي يقوليه ري عراق أيقونا في الندى وذي يحتى قوليه ريم مدينة أيا ربضون يقيستين با شعب ريمية يتسوق قحيان باي مديني مدينة باهي بضون با مدينة مركا كجرت تي النبي وكيجيلي مالنكي ونبي نولا مدينة تي أوكالي أيا مدينة كجرت حالة اللامي سيدنا علي أركي النبي سيدو كيجيلي بكوخد بي وحونا سيدنا علي مركا وأركا إن حديث كوصنهين منسوخ طيب مركا عرمضوا إلى شن مذهب بيسكو خلافا حديث كان لبا شن تامذ مكا الله أروري وحي كسو قبقبو كسو ضماني يعني أما كبيو الشباني يعني لبا مذهب وهم منسوخ حديث كو إيا ماءها لاز ملاهبا كبح يكفر عمي وهم منسوخنا قاب قليا كدقاقها يكفر عماي قوليها لحديثكم منسوخ ماءها ياد مدعيني كيدا ورق الحسين وحيليهين أمر كان يحكم كان وحكود السنية هاي علو كرسنا وإن إيمان دونتان لم يكن يسيدا أولي ضد مساكين صوب بركعي مدينة يمادين
baahi badan ba ka jirtay qaab kale loo taagarin ma jirin hilbihi la gowracday lagu carafaystay marka idinku aad wax ku cuntaan wixii ka soo haray masaakiinta si ay ahayd waalihiin waxa ka gaaray tayib marka macnahaas idan cilladi haday timaado oo kale xukunku waa qaaim way law halujida illa illa fazalat haday soo noqoto ila aadat aadal hukmu way ila zal mani'u aadal mamnu' bal isku oga mani'u meesha duka buu mamnu'i wa wuu soo noqonaya tayib ra'yigaas waa ra'yiga shaafi'i uu xoojiyay fi kitab ar-risala sida aanka ku aafi fi kutub ash-shafi'iyya ra'yi kabbatan imaamku ku cadeey fi kitab ar-risala aakhir kitab kis asagoo sheegay ihtimalka inuu xadiidku mansuukh noqon karo wuxuu rajaxay laakiin inuu xadiidku ku dhisnaa cillo cilladina ay soo shay markaas nabi uu ka noqday iska cunaa xaalada baahina ma jirto wax soo qaxoo qaxooti ama soo barakacayna ma jiro abaarana ma jiraan arafaysta kalaan kal ka sameysto oodka ka sameysto colabaysto dareerni wax dadan ka dhigta tayib laakiin haday baahidi oo kale dibko kale u yimaado waxa weeye sidii waagu baadana loo khutbayn nabigana u sheegay baa loo sheegi sidii cali halkaas ku socdaa wadada oranay باب الإذن في ذلك وحبابي هاي إن لصف الصحي نافك عرفتها مثال كذا كدينا بابهم ينكو استغنى مع قدمه باب الإذن في ذلك حديث بنا بوستك يسير بالباب كاس أنكو جوكسد والله أعلم